وحول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني كما سبق وسمعت معي في هذا التقرير أن أكاونت إلكتروني بسيط كان هو الشرارة الأولى لأزمة البحرين عام 2011. نعم. ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟ طبعا هذا الموضوع صدمنا بحنا جميعا، لأن هذا النوع من التجسس وهو التجسس الإلكتروني اللي قامت به حكومة قطر يعني له آثار كثيرة. طبعا معروف، أريد أن نرجع إلى الوراء قليلا، معروف أن حكام قطر كانوا يقومون بعمليات تجسس، ولكن عمليات التجسس العادية اللي هي عن طريق الأشخاص ونقل الأخبار. نعم. طبعا حتى عن طريق بعض العسكريين، ولكن هذه كانت محدودة الأثر. نعم. أما التجسس الإلكتروني فهو تجسس متطور جدا. نعم. مرحلة جديدة. مرحلة جديدة. نعم. من التطور. وما حدث في عندما قامت روسيا بالتجسس على أمريكا في الانتخابات الأمريكية يدلنا على ذلك. فدولة تملك هذا النوع من التجسس الإلكتروني، كيف يكون خطورة هذا التجسس دكتور؟ يعني كيف من الممكن أن يكون هو الشرارة الأولى لهذه الأزمة التي عايشناها؟ خطورته في عدة أمور. نعم. أولا أنه هو يجعل من يستخدمه على تواصل مستمر مع الطرف الآخر، يعني من هو في قطر يكون على التواصل من هو في البحرين. ثانيا يستطيع أن يسلط الضوء على المناطق اللي فيها الأحداث. نعم. علشان يتواصل معهم من أضراره أو من يعني نتاج الخطيرة، أنه يستطيع أن يكشف مناطق التواجد العسكرية والأمنية في البحرين. نعم. يستطيع أنه هو يعني يستطلع كذلك الأماكن الاقتصادية أو أهداف يمكن استهدافها. فكل هذه المعلومات يعني تشكل خطر، لأن المرسل عندما يكون في حالة تواصل مع من يكلمه فبالتالي هذه يسهل الأمر في أنه ينفذ الجرائم الإرهابية، ينفذ المخططات التي يقومون بها هؤلاء. لأن احنا لاحظنا في عام 2011 14 فبراير أن الأحداث كانت تسير بمخطط كما كان مرسوم له على أكمل وجه، يعني ما كانت عملية عفوية. نعم. إذا هنالك مثل ما نقول دكتور هنالك خطورة حقيقية من جراء، وأنت عايشت معنا كما السادة المشاهدين والوطن العربي بأسره. نعم. إشكالية ما سمي بالربيع العربي. نعم. من وراء خطورة إيجاد بعض الأكاونتات أو بعض الحسابات الوهمية وتقديم معلومات خطيرة ومغالطة عن الأوضاع داخل. نعم. البلدان. إيه. العربية. نعم. كيف لنا أن نحمي البحرين من مثل هذا الأمر؟ أولا نشر الوعي في الداخل في البحرين عن طريق أن يعني، وأنا بالمناسبة أشكر الأجهزة الأمنية وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن راشد أنه يعني وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم يكتشفون هذه التجسس الإلكتروني، وهذا شيء يسجل لهم، أنهم يعني يجعلون الأفراد في وعي وإدراك بما يحاك لهم بما يحدث بخطورة هذا النوع من التجسس. لأن قد يكون أشخاص عاديين في مكان ما مثلا يقومون بمهمة، قد يكونون على يعني مكشوفين أمام الطرف اللي بيكون موجود في الخارج. نعم. يعني على في مثلا في قد يكون هو موجود في الدوحة. فهذه يعني إذا أولا توعية الأفراد، توعية البحرينيين بهذه الخطورة. ثانيا رصد المواقع أو رصد الأجهزة اللي تقوم بها هذه طبعا الإلكترونية، رصدها معرفتها في وين بالضبط لإبطال مفعولها.
طيب دكتور، يعني تربطنا أو يربطنا بالشعب القطري روابط تاريخية، أواصر دم وقرابة، إلى أين تود حكومة قطر الوصول بنا؟ كما ذكرتي في البداية أن احنا تربطنا بشعب قطر، يعني صلة قربة وصلة الدم، وأحنا والشعب القطري واحد، وأحنا نخاف على الشعب القطري مثل ما نخاف على أنفسنا طبعا، ونحن ندافع عن الشعب القطري، لأن لو استمرت قطر في هذا الطريق اللي تسلكه بعد العقوبات اللي فرضت عليها، رايح يعني تذهب بالشعب القطري إلى المجهول، وإحنا ما نرضى عليهم، لأن هم يعني من أشقائنا ومن أهلنا ومن جماعاتنا، فإحنا ما نرضى عليهم. فرايح هي تعقد حلف مع من هم يريدون بالعداء، ومن يريدون بالضرر للبحرين، مثل إيران ومثل حزب الله ومثل يعني بعض الميليشيات الموجودة هني، اللي هي على صلة وتواصل مع كل أماكن الإرهاب. فبالتالي احنا يجب ان احنا يعني نخلق نوع من الوعي عند الأفراد. طيب هذا النوع من الوعي دكتور، كيف لنا أن نوجه نصيحة لجميع مرتدي شبكة الإنترنت، الشبكة العنكبوتية الكبيرة، أن يكون على حذر من المعلومات المغلوطة التي يتلقاها من الجانب الآخر؟ أولا، هناك طبعا مختصين في هذه الجوانب الإلكترونية ومسألة التواصل، يعني مو كل واحد مختص فيها، وكيف يكون يعني مثلا تسريب المعلومات، وكيف يكون الدخول إلى هذه المواقع، وخاصة المواقع السرية. فبالتالي يجب علينا أن احنا نخلق هذا الوعي عند الأفراد. يجب علينا أن احنا يعني نعطيهم نوع من الفكرة الواضحة عن هذه يعني المواقع السرية، على أساس أن المواطن يكون على وعي بذلك. ومثل ما تعرفين أنت بأن الآن إذا كان الهواتف الذكية، إذا كان الآن يستخدمونها لنقل هذه المعلومات وللتجسس، يستخدمونها للتجسس ولإثارة الفتن ولإثارة الحقد بين الأفراد، فما بالنا إذا كان هذا يأتي عن طريق أجهزة إلكترونية متخصصة متطورة في أعلى مراحل التطور، أنه تنقل مثل هذه الأخبار. فأعتقد أن هذه يشكل خطورة على الأمن الوطني البحريني وعلى أمن الخليج. فلذلك على البحرين أنها ترفع قضية للمحكمة الجنائية، وخاصة أن عندنا إثباتات صحيحة ومؤكدة المحكمة الجنائية الدولية، لكي تعرف ما يحدث في قطر. احنا الآن تونا طالعين من ما كانت تحيكه لنا قطر من التورط البعض من البحرينيين في أكاديمية التغيير، وما كانت تحدثه لهم. فاحنا نخاف أيضا من القادم، نخاف من الجاي، لأن قطر الآن هي يعني بمثابة الوكر، أو يعني حكومة قطر والسلطات الأمنية بمثابة الوكر، اللي هو يعني أو حلقة الاتصال خلنا نقول بين اللي يريدون بالشر بالدول الخليج العربية، وبين طبعا هذه الدول. نعم، الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك. يا هلا ويا مرحبا، شكرا.